الكبسه بتاع النهارده غريب شويه مع حد فيلد بعيد خالص ديجيتال ترانسفورميشن او ممكن نظن كده. الدكتور اسامه طه الفاوندر بتاع اسامه طه جروب واكبر دكتور في الميدل ايست في جراحات السنه يمكن كمان مستوى العالم. والغريب ان هو بليفر في التكنولوجي, هو اعتقد من القليل اللي شفتهم في حياتي في الفيلد ده بليفر في التكنولوجي. دكتور اسامه بارك فيك. الحمد لله يا تمام ربنا يخليك. بارد الدنيا عامله معاك ايه؟ الحمد لله تمام. انا ده اول انترفيو اعمله مع حد في الميديكال فيلد اصلا. اوكي كويس. وغالبا بتوع الميديكال فيلد ما لهمش دعوه بالتكنولوجي او بيبقوا كارهين بتوع التكنولوجي من زمان يعني. لا خالص, بس هو صعب التطبيق التكنولوجي في الميديكال فيلد في مصر. ليه بقى؟ اولا انت بتتعامل مع, انا دايما اقولها, المواليد المصري من اذكى المرضى في العالم. اذكى الطفل في العالم ماشي. دي حقيقه. المريض المصري لازم يقعد مع الدكتور ويقول لك انا ارتحت لك. ماشي. يعني كلمه انا ارتحت للدكتور دي عمرها ما بتتقال غير في مصر. اي بس الصناعه دي مع المواضيع الجثث بتتقابل فلازم يبقى, ما انا فاهم, بس هي الفكره كلها انت لما تخش اي انستتيوشن بره او اورجنايزيشن بره انت بتبقى واثق في الاورجنايزيشن نفسها. صحيح. بس هنا انت بتثق في شخص, وعشان تثق فيه لازم تقعد معاه ويبقى في اي كونتاكت, وفي نفس الوقت تبقى انا ارتحت لك. فهو اكشولي المريض هو اللي بينترفيو الدكتور مش العكس. يعني لو انت خدت بالك هتلاقي ان 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 المريض هو اللي بينترفيو الدكتور, هو اللي بيحس الدكتور بتقول صادق ولا كده ولا بيشتغل. ماشي. لان انت ما عندكش برضو نوع من الرقابه. انت عندك رقابه على مصانع الجبنه بس ما عندكش رقابه على الهيلث كير, بيبقى فيه كفايه. اوكي. فبالتالي انت لازم اقعد معاك ارتاح لك احس انك صادق هبتدي انفذ معاك وات ايفر البروسيجر اللي هتعمله. كويس. فوجود الديجيتال ترانسفورميشن, احنا عندنا اونلاين كلينكس وعندنا اونلاين فولو اب وعندنا كل الكلام ده, بس بعد نجح بعد البروسيجرز. هل هو نجح اصلا؟ نجح عندي هو بتوع نجح عندي بعد البروسيجرز. اوكي خلاص انا وثقت في اسامه. عملت عمليه في اسامه فيما قبل البروسيجر حاولنا وما زلنا عندنا تو اونلاين كلينكس. الناس بتتقبله هي بره مصر. بس معاك انت, انت ما شاء الله براند. فيعني بس الناس بتتقبله هي بره مصر. جوه مصر قال كده انا جاي اقعد معاك, انا عايز اقعد معاك. ماشي. بس برضو انت يعني خليني اقول لك الصوره الذهنيه عندي من او يمكن جيلي ان الدكتور ده بيبقى هيبه, فانا اصلا ما اخش اتكلم معاه اصلا. ده الدكتور ده اتكلم معاه دكتور اسامه لا مفيش كده. اختلف لا مفيش كده لان لو اقدر اقول ان الكواليتي اوف هيلث كير في مصر متاثره ايجابا ولا سلبا؟ نيجاتيف. لا متاثره بنيجاتيفيتي عنيفه يعني. لان بقى الدكاتره بيلجأوا ان هم يوفروا شويه, بقى بيلجأوا ان هم يستخدموا تولز ارخص من زمان. ماشي. لجأوا ان هم يكبروا البروفيت مارجن بتاعهم عن الكواليتي. ف قصدك التنافسيه بقت كواليتي اكتر من يعني هي بتاعت برايس وور ليدز تو بانكربسي يعني. ف صحيح. فبقى في نوع من البرايس وور, بقى في نوع من, وخصوصا ما فيش اليات تحكم الممارسه, اليات مظبوطه جايد لاينز. عشان كده بونا براد يعني ده التاني. هل انت او اسامه بيواجه المشكله دي؟ ممكن يواجهها واحد يعني بيواجه المشكله دي لان مش كل المرضى عندهم نفس الليفل من النوليدج. يقول لك طب انت ليه بتكلفني كده وفلان ما بيكلفوش كده يعني. بس انا هلعب في حياتي يعني, هلعب في صحتي. هو مجبر اخاك لبطل عشان انا محتاج عمليه. انا محتاج اعمل عمليه مثلا, وانت عند دكتور اسامه بالبراند بتاع دكتور اسامه ب 10 جنيه موجوده بجنيه برضه. بس انا هغامر في صحتي وحياتي. للاسف بيغامروا بقى يعني. للاسف بيغامروا لانه وللاسف برضو احنا عندنا مشكله كبيره جدا. هو بيعتقد ان ابو جنيه ده سيمباثي. ده مش مغلواني. بحس الناس كده مفيش كواليتي لاين. يعني انت المفروض ان انت داخل اوضه عمليات, انت مش داخل تهزر. صحيح. ففي كواليتي ايشوز المفروض تبقى 100% مظبوطه. تمام. فلما يبقى الكواليتي لاينز دي تلاقي ناس جايبه الحاجات اللي بيستخدمها في العمليات من بلاك ماركت, ما عندناش باركودنج, حاجات كتير قوي بتخش الليجل. ده الشركات نفسها اللي بتورد لنا الحاجه بيعانوا. اوكي. فانت النهارده الباكتس نفسها بتاعت الحاجه بتضرب. عندنا مشكله كبيره جدا في الكواليتي ايشوز. في دكاتره بتعامل الكلام ده ويوفر في سعر العمليه. يوفر في سعر العمليه ويبقى طيب. اوكي. يبقى طيب وكويس, مع ان انت الاداه اللي انت بتستخدمها دي
ممكن تضيع لك عين. اه ضيع عين ليها اتليست بعد العمليه بيبقى ليها اوكي. ف لو احنا قسمنا الموضوع لقسمين, قسم كواليتي وقسم ديجيتال ترانسفورميشن, ديجيتال ترانسفورميشن مش ماشي كويس لان مفيش جايد لاينز معينه تحكم لك الكواليتي, لان انت لو واثق ان الدكتور ده هيعمل الكواليتي المظبوطه هترتاح له اونلاين واوفلاين. صحيح. مش هتحتاج ان انت تقعد تتكلم معاه وبص في عينيه ويحصل اي كونتاكت وبادي لانجوج معين عشان تبقى له البيع, تبقى له البيرسونال. هو الراجل ده بيبيع ولا الراجل ده فعلا بيعرف يشتغل وبيعمل عمليات وكواليتي ايشو؟ فانت للاسف جزء لا يتجزأ من شغلنا النولج بروفايدنج. اويرنس بقى, اديوكيشن للكاستمر. كل مريض بيخش لك بتدي له نولج كافيه وبتدي له. وهي مشكله مش في البروسيجر, مشكله في البروسيس. انت صحيح. بتقدم بروسيجر بس ولا بتقدم بروسيس كامله من نيوتريشن وكوتشنج وسكر وضغط وكل حاجه في الدنيا؟ المفروض انك انت تبقى اراوند يور بيشنت 24/7. طب وانت ما حاولتوش يوزنج التكنولوجي ان انت تسبريد النولج دي بدل ما تبقى واحد 1 تو 1 طول النهار؟ انا كنت من نارين جدا ان انا اتكلم على الكواليتي ايشوز فتفهم غلط ان انا كده بضرب تحت الحزام, وان انا حاجه مش موجوده, او ان انا اشتغل بالكواليتي مظبوطه واعمل سيجمنتيشن والبيشنت الكويس اللي فاهم هيجي, اللي مش عايز يفهمني ما تدخلش. هي بس انت انا ممكن بما اني ما عنديش معلومه فقيم بطريقتي فاللي اسمعه واحد تاني وصل لي ثرو سوشيال ميديا ثرو عملي ايديوكيشن, او قال يا باشا انا ده ب 10 جنيه رحت ليه تروح تشتري ب 20 جنيه ما انا عندي ب 10 جنيه؟ لا احنا عندنا عمليات اخترعت, يعني في عمليات ما لهاش اسم بره من غير بابليكيشن, من غير ليتشر, من غير ايفيدنس اصلا. يعني انا بفكر افتح عياده بس الهندسه تفتح عياده وتقول انا بعمل عمليه الهايبريد ما اعرفش مين. طب الكهرباء لو قطعت هيحصل ايه؟ طب يمكن ببراند باسمه او نانو ما اعرفش مين. طب لو النانو خلص هنعمل ايه؟ يشحن نانو يشحن نانو ازاي؟ فانت وصلت لمرحله ان واحنا طالبنا بده ان مفيش على الكونتنت اللي موجود على السوشيال بلاتفورم مفيش رقابه. ده كونتنت طبي وده اصلا فيري ريسكي ان الدكاتره ما ينفعش يعلنوا عشان الكونتنت طبي اصلا. ده فيري ريسكي يعني. فيري ريسكي ان انت تتكلم على حاجه مش موجوده وملهاش ايفيدنس ومش ابروفد وبتخاطب بيها ملايين بشر. اوكي. فانت ما بتعمل ايه؟ بتقفل على نفسك, تشتغل بكواليتي ايشوز معينه, بتشتغل بكي بي ايز معينه, بتطور جوه, البيشنت اللي بيجي لك بتديله النولج المعروف المفهومه, بتفهمه صح من الغلط, ان الموضوع مش موضوع عمليه, موضوع بروسيس كامله من قبل, من المايند سيت وبيهيفير تشينج, لايف ستايل تشينج, بروسيجر وبوست اوبريتيف فولو اب ومتابعات, وانك تبقى موجود حواليه 24/7 از ا سبورت. هو ده اللي بينجح. ما انا ممكن اجيب ثلاثه يحيى والثلاثه اعمل لهم نفس العمليه والثلاثه ما يحسوش ببعض. صحيح. شيء طبيعي. صحيح. انا ممكن اجيب ثلاثه يحيى والثلاثه نفس الوزن والثلاثه اعمل لهم نفس العمليه ما يحسوش ببعض. صحيح. فهي الموضوع بروسيس بالكامل, مش موضوع عمليه وخلاص. عمليه يعني. وخلاص. لا خالص خالص. لكن احنا نجحنا ان احنا نعمل اونلاين فولو اب ونعمل اونلاين كونسلتيشنز للناس اللي بره. عندنا باك اند عنيف, عندنا ميديكال سبورت عنيف. وي تشينجد اكشولي يعني ذا فيس اوف ذيس بروسيجرز في مصر والشرق الاوسط. يعني كان لينا اسهام كبير جدا ان جيل كتير من الجراحين يخش الشغلانه دي ويخشها بطريقه مظبوطه. اول ناس عملنا مالتي ديسيبلين تيم, يعني ما بقاش في جراح بس يعمل عمليه ولا روح روح. لا أوكي. لا في جراح وفي مساعدين وفي نيوتريشن وفي كوتشنج وفي اونلاين سبورت وفي اوفلاين سبورت. يعني ما بقاش بقت البطل ما بقاش الجراح ولا العمليه. البطل بقى المريض نفسه. أوكي. ان هو يغير المايند سيت بتاعه, يغير بيهافير. وبنشتغل على البوزيتيف انرجي, نخسسه الاول شويه وبعد كده نقول له يلا بروتين ويلا كوتشنج يلا نشتغل يلا نلعب. فالموضوع ما بقاش ميديكال اكتر, ممكن نغيره في السايد كله بتاعه. بالظبط. لان انت في النهايه يو جيف هيم ا تول ايذر تيوز ات اور لوز ات. للاسف برضو الجزء الكوميرشال من الشغلانه بيقول لك انا بعمل لك عمليه هتخس. لا مفيش كده خالص. عادي جدا في عمليات. صحيح. يعني انت لو عايز تبوظ اي عمليه في الدنيا هتبوظها. صحيح. فمن ففي مس مانجمنت للنوليدج. اوكي. الناس مش قادره تفهم. الناس فكره من كتر الكوميرشال بريزنس الموجود ان هعمل عمليه خس. لا مش هعمل عمليه خس. ان هديك طول, هديك بتاع عربيه تروح بيه اول الشارع يا تسافر بيها.
براحتك. اوكي. يا انت تخبطها. طب خلينا نرجع شويه في الاول قبل الموضوع ديجيتال. ايه فكره ليه اسامه طه جروب؟ وايه يعني يعني في دفعتنا يلا نفتح عياده يلا اشمعنى انا حاسس انت بتتكلم بفيجن معينه يعني انا من القلائل بتكلم ان انت عايز تغير حاجه في الكوميونتي بتاعك يعني انت عايز. هو ده حصل فعلا من 4-5 سنين حسيت ان انا مش يعني لازم نبقى جروب لان اتس نوت وان مان شو خالص. انا ما بفهمش نيوتريشن انا بفهم في شغلتي انا راجل دكتوره في جراحه فلازم نجيب نيوتريشنست ولازم نجيب كوتش ترينر ولازم يبقى فيه اسيستنس ولازم يبقى فيه ميديكال سبورت 24/7 فاي واز بيرند اوت. صحيح. ازاي انا احافظ على الكواليتي عندي من غير ما نبقى مجموعه محوطين العين. اوكي. فجه من هنا اسامه طه جروب از ان يعني از ا جروب اوف دكتورز سراوندينج ذا بيشنت تو بروفايد ذا بيست كواليتي. الحقيقه ده مختلف كتير عن طريقه تفكير الدكاتره كتير بيبنوا اسمهم لوحديه وبيبقى عنده عشان صناعه الطب زي صناعه المحاماه كده معتمده على وجود الليدر خلاص اختفى قليل قوي من الدكاتره والمحامين اللي بقى عنده براند يسستين ويكمل اندبندنت على الهيرو ده. وده كان هدف من الاهداف. هذا التفكير ده يعني ده كان هدف من اهدافي ان انا عارف ان انا مش هبقى لوحدي مش هبقى يعني مش عارف اخدم مريضي. ما هو انت في النهايه التارجت هو اللي بيخليك انت عايز تعمل ايه. عايز تبقى النجم عايز تبقى انت اللامع عايز بس في النهايه هتعيش لامع شويه وهتروح ليه. صحيح. لان انت مش هتقدر تمنتين الكواليتي. صحيح. لكن هتسد على مجموعه دي من لكن انت لو انت جروب وتيم وشغال بطريقه التيم وكل واحد فيهم ليه جوب ديسكريبشن وكل واحد ليه كي بي ايز بيشتغل فيها وكل واحد فيه ما شاء الله كلهم نجوم يعني من الناس المشهوره فهم بسم الله ما شاء الله وتدي له حقه. صحيح. لازم تدي له حقه في الايمج وتدي له حقه ان هو ليه دور كبير ده بيخلي الكواليتي تبقى احسن. وده برده كان مخوفني ان احنا اول ناس نطبقه في مصر. أوكي. يعني دايما دكتور فلان مفيش غيره مفيش بقى. انا في ناس عندك معروفه بالاسم يعني طبعا محمود معروف دكتور محمود معروف بالاسم الناس معروفه بالاسم يعني الناس دي لازم تاخد حقها. الناس دي جزء لا يتجزا من نجاح المجموعه. فانا لما عملت المجموعه وقلت لهم يا جماعه احنا مع بعض يعني لازم نبقى مع بعض لازم. صحيح. فايذر ديجيتالي مع بعض نون ديجيتالي مع بعض اوفلاين مع بعض اونلاين مع بعض كل واحد فينا ليه دور. وكنت انا خايف لحسن المريض ما يتقبلش ده. بس لما بتحط سيستم والبيشنت بيحس فعلا ان هو محط مش بس من اسامه واللي حوالين اسامه والتيم والكامل وكل واحد ليه جوب سكريبشن معينه خلاص بيبقى مرتاح. اوكي. بيبقى مرتاح تماما ان انت في النهايه مع الفوليوم بتاعك ومع شغلك مش هتعرف انك انت تدي كل الناس حقوقها. والمشكله كبيره جدا ان انت بتشتغل مع بني ادم غلطتك بني ادم. صحيح. غلطتك في الطب البني ادم. صحيح. فالبني ادم ده لازم يبقى محط 24 ساعه بسيركل اوف سكيورتي وزون معين بحيث ان احنا نقدر نتحرك في اي وقت نقدر نتابع ايمرجنسي في اي وقت نقدر نبقى انت لو لوحدك مش هتعرف تعمل. طبعا مش هتعرف تعمل. انا اصلا مهنه الطب دي من المهن اللي هو محتاجه واحد باتمان عايش بالليل. اون كول طول ما انا ما بحبش اشتغل بصراحه يعني عذرا يعني انا صعبه جدا. انا بيكلموني الساعه 4 الفجر يعني انا عشت فتره طويله قوي من حياتي بمنظر ده 10-12 سنه بس في النهايه بدات احس ان هيبقى في تقصير بقى. فجت من هنا فكره الجروب بلس ان انت الاوبيس بيشنت ده المريض السمنه ده محتاج حواليه سيستم. صحيح. محتاج دكاتره بطنه ودكاتره غدد وسبورت سيستم و طحين بيه دكتور انت مش هتفهم الكلام ده كله. انت عشان كده انشأنا جروب ان يبقى فيه مالتي ديسيبلين تيم. بس انت الفكر بتاعك مختلف. انت بتبني براند مفيش في مصر او على حسب سمع غير قليل جدا اللي بيبني براند لانه ده بالذات كم واحد بنى براند فكر يبني براند. هو البراند اصلي مش انا مش ببنيه البراند بيعمل نفسه يعني. صحيح. البراند بالكواليتي از لونج ان انت يو بروفايد كواليتي هتبقى براند. لكن انت مش هتبقى براند وانت بتقول مس نولج وانت بتتكلم كلام مش مظبوط وانت بتقول انا شاطر وكويس وما عندكش نتائج. يعني لسه كنا 10 ايام اللي فاتوا في دبي اتكرمنا ان احنا احسن ناس في العالم في نتائج الكبسوله المبرمجه مثلا ومن تاني او تالت احسن ناس في العالم في جراحات سنه. ده مش عشان الجراحه
اوكي. البطل زي ما بقول لك ولا جرب دي، انا لما افتح الموبايل الفيسبوك الاقي اعلان الكبسوله ب 10 جنيه واعملها في البيت ده يعني ده جرام يعني انت انك انت تعمل بروسيجر في البيت يعني فين بقى؟ طيب فين بقى يعني فين هنا الرقابه هنا فين يعني؟ اذا كان ممنوع نعمل ميديكال بروسيجر في العياده هنعمل ميديكال بروسيجر في البيت. انا بقول لك انا بقيت بفتح كان حنفيه كبسوله عشان الكبسوله دي احنا الافرج في العالم كله 11.5 الافرج عندنا 19% وده خلانا نبقى متربعين على على العرش. والكبسوله نجحت عندنا يعني لما نزل من هارفرد نزلت عندنا احنا اربع شهور اكسكلوسيف في الاول عشان نحط البروتوكول. النهارده مطلوب مننا نحط البروتوكول للعالم كله. هي النقطه فين؟ هو عشان انت جروب عشان عندك سيستم وعندك مالتي ديسيبلينري تيم هي نجحت. اوكي. لكن هي لوحدها لا يمكن تنجح. يعني بس ما سبتلكش مشكله انه خاصه البروسيجرز بتاع ان الناس تعملها في البيت الناس تعملها ده خطر جدا. الصيدليات بتعملها دلوقتي ده خطر جدا في منتهى الخطوره وهي محتاجه سيستم حواليها. انت بس انت محتاج اديوكيشن بقى انت محتاج تعلم الناس يا جماعه دي والله. وانا هقعد بقى هقعد على السوشيال ميديا اسيب شغل اقعد على السوشيال ميديا اقعد اعلم في الناس ولا الناس المفروض يبقى عندها وعي كافي ان ده طب؟ هو بقى ليه في شغلانتنا احنا بالذات الناس ما عندهاش وعي؟ يعني ناس واعيه قوي في العظام. هو عمرك شفت دكتور عظام مثلا طالع بشريحه عظم جنبيه يقول انا بستخدم الشريحه الموصعه بالالماز مثلا؟ مفيش كده يعني مفيش كده. في 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 جزء كوميرشال احنا كنا سبب فيه. تمام. الاطباء الممارسين لهذه المهنه من مهنه جراحات التجميل وجراحات السمنه سبب كبير فيه. بقينا بنبيع بالاجهزه، بقينا بنبيع ببراندات تانية، ما بنبيعش بكواليتي، ما بنبيعش بسيرفيس. اوكي. دكتور سيرفيس. سيرفيس انت سيرفيس بروفايدر، انت ما بتبيعش برودكت. صحيح. احنا بقينا بنتعامل مع الشغلانه كانها برودكت. اوكي. فخلاص بقى تمام خلاص بقى بقت كوموديتي فنتنافس في السعر. بالظبط. نتنافس بقى في السعر ونجيب بضاعه بلاك ماركت ونجيب بضاعه صيني ونجيب بضاعه مش عارف عامله ازاي ونشتغل واللي يحصل يحصل ومفيش رقابه كافيه والاخطاء مش بنحاسب عليها محاسبه. فبترجع بقى للضمير. ما انت بس خلي بالك كل اطباء ضميرهم كويس لكن في النهايه ما دام امنت من امن العقاب اساء. صحيح. ف يعني في جزء منها ومنه كبير قوي من امن العقاب. اوكي. فمفيش تشريع بس خلينا مش بيأثر يعني مثلا في دول قايمه على السياحه الطبيه طبعا كويس وجود مشهد زي كده احنا ممكن بما ان عندي اعتقد مهنه الطب من مهن يعني راح تتعالج في اي حته سواء في الخليج سواء يمكن في امريكا لا دكتور مصري كويس. احنا مقصرين احنا مقصرين. انت المفروض تبقى متربع على عرش الميديكال توريزم في العالم. حلو. هو انت فعدم وجود ريجوليشن قصدك بيسبب مشكله ان انت خلاص بتفقد ريجوليشن زائد ازاي يبقى في واحد بيعملها ب 2 جنيه وواحد بيعملها ب 10 جنيه؟ اعتقد مثلا في دوله زي تركيا في زي في رينج خلاص. في رينج بالظبط. وده دور الدوله ان هي بتسبسيدايز لكن في نفس الوقت في رينج. بس ان انت ليه ما عندكش كواليتي اشورنس؟ يعني انت ليه في المستشفى يعني مفيش جهه رقابيه؟ انا اتخيلت مع دكتوره اروح ارفع لا طبعا في نقابه يعني. وفي نيابه وفي كل طيب. كل الحاجات دي بس هي الفكره كلها هو مين بيراقب المطبخ؟ انت عارف عامل زي ايه؟ عامل بتطبخ طبق مكرونه سباجيتي. حلو. وانت قاعد في الدايننج روم والطباخ شغال جوه هيحط لك شويه بواقي يعمل لك طبق جديد بريسيبيز نظيفه. انت مش حضرتك نايم تحت المنج مش عارف بقى انت بتاكل بتاخد بواقي ولا بتشتغل في النظيف. ففي أوكي. جزء كبير قوي في جزء كبير قوي معتمد اعتماد كامل على الكواليتي. طب انت ليه مش في كل مستشفى حط واحد بتاع كواليتي؟ ممكن. وحتى لو واحد بتاع كواليتي موجود هو موجود هو موظف مش من الدوله هو موظف من المستشفى. اوكي. فبالتالي ما لو لقى حاجه مش مظبوطه ممكن ما يتكلمش. صحيح. طب هو صحيح. ليه الدوله نفسها ما تحطش اوكي حد بتاع كواليتي؟ يعني ليه؟ وانت لو انت جهه تفتيش وجاي تفتش مش هتعرف تخش اوضه العمليات ممنوع. بعد ما اخلص عمليه اطلع افتش براحتك لان اوضه العمليات ده جزء مقدس كده ما حدش يقدر يخش وانا شغال. اوكي. فبس انت لو حطيت موظف من الدوله او من الوزاره او من وات ايفر علمته يعني ايه كواليتي؟ علمته يعني تعقيم، علمته يعني ايه كواليتي كنترول وانفكشن كنترول. عندنا جزء كبير قوي بتاع الانفكشن كنترول في الوزاره رائع. طيب بس إيه هو ليه مفيش ريجوليشن بقى؟ اصلا لانه ده هيحمي سياحه ال ليه مفيش ريجوليشن؟ ليه مفيش ريجوليشن؟ الناس بدات تخاف. الناس بتخاف تيجي. يقول لك لا انا
يعني مش قلقان من اللي هيحصل من الكواليتي. اوكي. ومع ذلك عندنا الحمد لله كميه كبيره قوي قوي من الناس بتيجي من بره، من بيقول من امريكا ومن كندا ومن النرويج والدنمارك والسعوديه والكويت وكل حته في الدنيا. لكن ده بيجي البراند بتاع عشان بس بيجي ليه؟ احنا نتمنى نيجي الناس كلها بقى. اوكي. نتمنى ان احنا نبقى ديستنيشن موثوق فيها في كل حاجه. عندنا احسن دكاتره عظام في الدنيا، عندنا احسن دكاتره جراحه في الدنيا، عندنا احسن دكاتره تجميل في الدنيا، عندنا احسن دكاتره مخ واعصاب في الدنيا. هتخش في اي بلد في الدنيا هتلاقي في دكتور مصري هو رمان الميزان. صحيح. يعني صحيح. يعني هو اللي قايم بالشغلان. صحيح. يعني يعني انا كنت داخل مع 4 تريننج في سنه 2000 ولما كنت في السويد، من 2000 لغايه 2008 ثلاثه ما قدروش يكملوا. اوكي. بقيت فايس شيف اكبر واحده جراحه السمنه بغرب اوروبا، وكنت هبقى شيف خلال 6 شهور واصلت ان انا انزل. اوكي. بكمل. هي النقطه كلها اتعلمت. هي الفكره كلها ان احنا شطار. صحيح. بس شطار انديفيدجولي مش جروبس. ولانك انت ما تعودتش تخلق سيستم. اوكي. انت شاطر في نفسك. ايوه فراده. لكن عشان بقول لك عشان كده ابروتش بتاعك مختلف شويه، ان انت احنا بنتحرك جماعه احنا فريق، مش واحد عيب واحد لوحده. احنا فريق. ما هو بالطريقه دي هتنجح. صحيح. الا انت يو ويل بيرن اوت وهتقع. يعني أوكي. مش هيحصل ان انت يو ويل نوت مينتين ذا كواليتي لو انت لوحدك. ازاي؟ صحيح. يعني ازاي بقى انا مش لوحدك؟ طب خليني اسالك سؤال. هو ساعات يعني اعتقد ان الصناعات اللي تاثرت ايجابا بالكورونا صناعتكم، يعني الناس كانت بتاكل فبتتخن. الناس بتاكل وتتخن، بس الناس كانت خايفه تيجي تعمل عمليات. ازاي؟ ان المستشفيات مليانه كورونا. ايه بس المستشفيات ده اكتر المفروض اكتر حته متعقمه يعني. بس فيها يعني الفكره ماشي. كلها ان انت كنت بتخاف تروح تاكل في مطعم، اذا كان الدوله قافله لك المطاعم هتخش جوه المستشفى. أيوة. يعني انت طوارئ المستشفى دي بتستقبل قد ايه كورونا؟ صحيح. بتستقبل. صح. بس انت بتبقى قلقان. لكن احنا الحمد لله من الناس اللي ما تاثرتش، لان احنا عندنا ديجيتال بلاتفورم كويس جدا. كنت هقول لك بقى دور الديجيتال هنا كان ايه؟ دور الديجيتال هنا كان ممتاز. يعني احنا من الناس اللي تاثير الكورونا عليها ما كانش قوي، مش عشان حاجه، عشان انت اوريدي جاهز. اوكي. جاهز بالديجيتال بلاتفورم، جاهز بالاونلاين فولو اب، جاهز بالاونلاين كونسلتيشن. وكنا بنرن العيادات كلها اونلاين، مش عايز الناس تختلط ببعض. عندنا انترناشونال سيرتيفايد يونت في المستشفى اللي احنا بنشتغل فيها. كنا احنا اللي بنعقم ونعزل واخدين ريجوليشنز عظيمه، يعني بحيث ان المريض يبقى قاعد في اوضه، الاوضه اللي جنبه والاوضه اللي قدامه فاضيه. اوكي. بنشتغل بكواليتيز معينه بسنجل يوز كيتس. طبعا طول عمرنا بنقول سنجل يوز كيتس، لان انت النهارده ما ينفعش. احنا بنشتغل بحاجه اسمها دباسه جراحيه مثلا. اوكي. الدباسه دي الطبيعي تماما، احب بقول لك الطبيعي تماما، ان هي بتطلع من بطن يحيى تتغسل وتتعقم وتخش في بطن اسامه. اوكي. احنا عمرنا ما عملنا كده. اول ناس نادينا ما ينفعش كده. هي هي متصنعه عشان تستخدم مره واحده. اوكي. ما تستخدمش مره عشان اوفر. صحيح. طب انا اوفر ماشي، بس لازم اقول للعيان ايثيكالي هقول لك انت تاخد بواقي، وده غير مقبول في الطب. اوكي. هو ليه مقبول؟ ليه مقبول في الشغلانه بتاعتنا؟ هو مش معروف اصلا. ينفع تطلع شريحه عظم من واحد تحطها في حتة؟ طب هو ساعتها انا حبيت اضمن الدكتور اجيب معايا واحد محرم في ما هي دي بقى المشكله الكبيره. بقى هي دي المشكله الكبيره. مفيش حد بيراقب. برايس رينجز العنيفه دي، الاختلافات العنيفه دي مخليها مفيش اونستي بقى. اوكي. طب انا هو انا وانت هتعمل ايه؟ وانت تستخدمني ليتست تكنولوجي ولا التكنولوجي بتاعت 2010؟ صحيح. ما هو في التكنولوجي بتاعت 2003 و2005 لغايه النهارده بتستخدم في اوضه العمليات. وموجوده. ما حدش عارف. وبلاش. وفين الرقابه؟ اوكي. وانا النهارده لو استخدمت اداه مستخدمه مين هيحاسبني يعني؟ مين شايفني؟ اوكي. في حاجات كتيره جدا محتاجه تظبط عشان نقدر نعلي الميديكال توريزم. ميديكال توريزم بيجي من الاونستي والكريديبيليتي. والناس كلها عارفه ان دكاترتنا مش شاطرين. لكن انت المفروض في دول مجاوره يعني ما عندهاش ربع المهارات اللي عندنا. عندنا ميديكال توريزم عنيف. صحيح. عندنا مشكله من ساعه نزولك المطار، سواق التاكسي بيبتدي يتدخل في 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 الميديكال انترفينشن اللي انت هتعمله. انت جاي تعمل ايه؟ عمليتي. لا ده فلان شاطر. انا عندي حد حبيبي. اوكي. ما ينفعش كده. ما ينفعش.
يعني عارف ان تركيا اصلا عندها ريجوليشن القصه دي طبعًا. عندها كلاسيفيكيشن وعندها تركيا اللي هي من اكثر ديستنيشن بصراحه في التكبير ولبنان تركيا ولبنان من الحاجات من الناس اللي مدى اللي نجحوا في ميديكال توريزم نجاح مش عشان ودلوقتي عشان دلوقتي الاردن يا راجل يعني انت بتتكلم على دول حاطه ريجوليشنز كويسه اوكي عملت اويرنس كويس عملت مستشفيات كويسه عندها نيرسينج كويس عندها مشكله كبيره جدا في النيرسينج يعني احنا عندنا في الجروب عندنا نيرسز بتوعنا لان مش قادر تعتمد على نيرسينج اوكي يعني هو احنا ليه ما عندناش نيرسينج يونيفرسيتي عظيمه طب خلينا نسالك سؤال انت هو ليه النيرس عندنا ما بتتكلمش انجلش ليه يعني واحده بتشتغل بميديكال تيرمز صحيح ما بتتكلمش انجلش ليه يمكن مفيش كليه كلهم ما بيعلمهمش الكلام ده اه كانوا يتعلموا بالعربي مش لازم يتعلموا انجلش اه عشان تفهم الدكتور عشان تتعامل مع المريض الاجنبي هتتعامل معاه ازاي ممكن عشان هتكشف هي كمان شويه ما هتلاقي في المس اللي انت بتتكلم عنها هتلاقيهم كمان فتحوا عيادات انا بفكر شخصيا افتح عيادة يعني تدور بشرف الله يخليك الله يكرمك يعني خليني اقول لك انا كنت وانا بدرس معاك ما اعرفش انا كده بقول سر ولا لا يعني كنت بتكلمني عن يور دريم اوف اي ميديسن هو المفروض اي ميديسن واي هوستل واي ايفري هو انت النهارده بعد الكورونا انت مش محتاج انك انت تختلط مش محتاج انك انت تتحرك من مكانك عشان يوصلك معلومه طبيه ومش محتاج انك تتحرك من مكانك عشان تاخد كونسلتيشن اوكي مش محتاج انك تخش عياده زحمه عشان تاخد كونسلتيشن وتقعد قاعد فيها ساعتين وثلاثه واربعه احنا وي كان كونسلت يو كان بروفايد كونسلتيشن لاي حد في الدنيا في اي حته في الدنيا وانت قاعد ورا الكمبيوتر صحيح بس عندنا برضه لسه ما زالنا مشكله ايوه عارف انت قصه الدروب بوكس والدرايف الدروب بوكس نزل بدري فخسر هو نزل قبل ميعاده اي ثينك ان احنا قبل ميعادنا اي ثينك ان لسه الاويرنس بتاعنا معليش لدرجه ان البيشنت يقبل انه يقابل الدكتور اونلاين هو لسه في الزون بتاعت انا ارتحت لك ولا ما ارتحت لكش هو في الزون بتاعت اختبار الطبيب بس يمكن برضه عشان انت مفيش دكاتره او انت مع يعني اعتقد انت هتبقى اول واحد يعمل حاجه زي كده انه هو مفيش بلاتفورم الناس مش عارفه احنا عملناه اوريدي احنا شغالين فيه اوريدي يعني احنا لغايه النهارده بنعمل اونلاين كونسلتيشن لغايه النهارده بنكلم البيشنتس بره اونلاين و يعني انا بفتح معاك سيشن مثلا بقدم عايز اكشف عندنا جيت واي وعندنا بايمنت جيت واي ادفع واقول والله انا عايز وقت معين واقابلك وبتقابلني اونلاين ولدرجه ان احنا لقينا احنا غيرنا بقى في المودلز كتير قوي يعني لعبنا كل الالعاب كويس بقيت بفتح العياده تو سكيور الواي فاي والكونكشنز وبقيت انا بعمل كونسلتيشن اونلاين اه يعني انت جوه العياده مش يعني لا انا بره العياده ده العكس انا اجي لك العياده واشوفك وانت بره العياده ليه ما هقول لك احنا لعبنا كل الالعاب عشان نفهم هي النقطه فين هو الحته الميسنج فين اولا بيشنت لو قاعد في البيت ما راحش العياده مش هيرتاح هو عايز يشوف العياده عايز يشوف الفيزيكال انت الفيزيكال بليس بتاع العياده وده جزء برضو ما تفهموش ليه ده ما تفهمش ان زياره العياده دي من اكتر حاجات بينفول بالنسبه لاي حد فبقى ايه خلاص راح يقعد في العياده هو عايز يثق فيك الاول فعشان يثق فيك لازم معيتك سباك ما هو برضه لازم يشوفك لازم يقعد معاك هي دي النقطه ماشي بس بعد بقى البروسيجر ما دام وثق فيك والبروسيجر طلعت ناجحه والدنيا تمام ما خلاص خلصت انا لازم خلاص. بس انا كل الفولو اب بتاعنا معظم الفولو اب بتاعنا بقى اونلاين اي ماشي بس تاني يعني هل لازم انا كبيشنت اقعد افحص الدكتور اي ثينك ان احنا اي ثينك ان احنا لسه شويه ده على مستوى حتى ما جاش البيشنت لو اجنبي لا اجنبي لا طبعا اجنبي 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 بيفضل بيبريفير طبعا طب حتى هنا مثلا اهل بس حتى الاجنبي يجي لك يقول لك طب انا هاجي قبل العمليه بيومين عشان اقعد معاك بقى ماشي بس خلصت بس خلص يعني هو كل حاجه وخلص تحاليله وخلص كل حاجه وخلص البريبريشن واخد نولج كافيه وبيجي يقعد معاك فيزيكالي كده بس يعني فور يعني فور اي كونتاكت يعني اوكي فهو ات سيمز ان اي كونتاكت لسه مهم في اعتقد جزء كبير جدا مش انت كده اي كونتاكت بس مش اكتر يعني جزء مهم كبير جدا جدا في الطب الاي كونتاكت اوكي واي ثينك ان احنا لسه اماتير شويه في قصه ان احنا نعمل كل حاجه يعني لكن هي هتيجي يعني بقى نص الشغلانه ايه اللي هي الفولو اب لكن النص البري نقدر نقول 60% من البري بقى ايه فاضل 40%
يعني بس انت كانت المشكله في ايه؟ انه اللي بيجي لك ايه غالبا مش ياخد وقت اطول مثلا في الديسيجن عشان يعمل عمليه مثلا. لا بالعكس، احنا بنحب الديسيجن يبقى ماتيور. يعني احنا لو حاسين ان هو بوشي وعايز يعمل العمليه بنزقه بعيد. أوكي. عشان لازم الديسيجن ده يبقى سمعت عنكم كده انتوا، بس بنقول انتوا بتتنكوا على الناس. يعني لا لا خالص، انت لازم يبقى انا لما بغير الديسيجن جوه، يعني انت لو جاي تعمل بروسيجر معينه وانا اقنعتك بروسيجر غيرها ما بسمحش انك انت تقتنع بكلامي. يو هاف تو سليب اوفر ات. ما هو سليب اوفر ات هيروح يخش اونلاين هيفين السورس. ما هي دي النقطه. سليب اوفر لازم هو سليب اوفر ماي 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 كونفرسيشن. يسليب اوفر ماي كونفرسيشن يعني يستخير بقى. يعني يستخير يسليب اوفر ات، يعني يشوف الراجل ده بيتكلم كلام منطقي ولا بيتكلم كلام وخلاص. ماشي. لان في جزء كبير جدا 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 من نجاح اي تول احنا بنعملها الديسيبلين بتاعه. خلي بالك انت عندك، انا بشوف بنات صغيره باباها ومامتها جايبينها يعملوا عمليه بالعافيه، فلما يحصل لهم شويه مغص بعد العمليه يقول لك انت اللي خليتني اعمل العمليه دي، انا ما كنتش مقتنع بيها. طيب واكشلي انت ممكن تبقى بتعمل الكبسوله دي اللي هي اقل حاجه عندنا اللي هي بتتبلع في 5 دقايق دي وتعمل نتيجه احسن من نتيجه العمليه. جزء كبير جدا جدا من النجاح هو المايند سيت والسايكولوجي والبيهيفير بتاعك بعدها. اوكي. انت لازم تبقى مقتنع بالبروسيجر نفسها. اوكي. زمان كنت اتخانق انا بقى مع العيانين، لا لازم تعمل كذا، لازم تعمل تكميم، لازم تعمل تحويل، لازم تعمل مش عارف ايه. لا دلوقتي لا، بعد 12000 حاله خلاص انت مقتنع بانهي، هتقدر تديني في انهي. اوكي. يعني هتقدر ان انت تساعدني في انهي اتجاه، في دايت واكسرسايز زي الفل. ما مش عايز انا مش خالص. اوكي. فانت ممكن يجي لك اصلا واحقق الاوبجكتيف بتاعي ان انا اخس بالظبط ريجاردس اوبريشن. اصلا ريجاردس اوبريشن طبعا. ما هو بقى جزء، ما انت ما بتكلمش في ميديكال، بتتكلم في انا بتكلم في البروسيس كامله. أوكي. فانا النهارده مش جراح، انا النهارده بحاول ان انا احطك على بدايه الطريق المظبوط، لان انا لو عملت لك العمليه احسن عمليه في العالم، بطل العالم في العمليات. اوكي. لو بقيس عملت له احسن عمليه في العالم تمام. عادي ابقى اصحى عادي جدا. اوكي. اما بيقولوا احنا مش ممكن عملتين تخلى في اليوم تبوظ لك كل اي عمليه انت تعملها. اوكي. يعني يقول لك تحويل المسار لاكل الحلويات، لا ما حصلش. انا ما بيقول لك انت عمرك ما بقى ايه، كان في اعلان لك لو راجل تدخل ما فيش الكلام ده خالص. يعني معلقتين تلف في اليوم تبوظ تحويل مسار عادي جدا. اوكي. يعني ما في بقى في ميس انفو عنيف، هو جزء تجاري عنيف. طبعا. في جزء تجاري عنيف يقول لك بقى بسن السرنجه ومش عارف مين وبتاع وعمليه بتاخد 5 دقائق. ما فيش كده يا جماعه. عمليات دخول غرفة العمليات حدث تعريف العملية حرفيا ان هي بتاخد 5 دقايق، لكن في قبليها وفي بعدها هم شايفين دي عملية اصلا. دخول غرفة العمليات هو حدث يجب احترامه. طبعا. تست واخد بالك كويس جدا. جدا يعني انت في بني ادم. هي الفكرة كلها ان انت ما ينفعش دي عمليات. هو انت النهاردة بتيجي تجيب عربية بتجيبها مانيوال؟ ما خلاص مانيوال خلص. خلص صحيح. صح؟ وانا ليه لغاية النهاردة بستخدم حاجات من 2010 و2009 موديلز كلها يعني. بني ادم يا جماعة. انت ليه ما تستخدمش ليتست تكنولوجي؟ هو العيان هيرفض؟ مفيش كده. التوفير لو انا مش قادر اجيب التلاجة 28 قدم هجيبها 14 قدم. بس دخول غرفة العمليات مفيش توفير. التوفير في غرفة العمليات بمياد. ما تحاولش مثلا ان تبقى في عندك نولج بيز، تبقى الدكاترة اللي هم بتفهم غلط يعني. انت ولوبي يعني نعمل لوبي مثلا من الدكاترة بنفس الليفل. نعمل فيه اديوكيشن ماتيريال. بنعمل كده يعني، هو بس بنعملها بطريقه هاديه عشان ما حدش يزعل مننا. ما هو انت برضو في الاخر انت يزعل. ما هو انت يزعل. انت مش البيزنس مش كلها بتاعت الدكاتره اساسا يعني. انت في كوميونتي معين في ناس بتشتغل فيه مظبوط وفي ناس مش بس انا كده. حتى عشان يبقى كسمعه كدوله او كبزنس، انت دلوقتي النهارده مهدد ان واحد ايوه بس ده اللوبينج ده مش بيعملوش افراد، بيعملوا جهات. لا ممكن، ما خلاص معنا جهات مش بتقوم يعني مش موجهه، مش مركزه في الدور ده دلوقتي. ممكن افراد اتليست وجهات ليه مش مركزه في الدور ده؟ ما يمكن يعني مش في يعني مش في البريورتيز مثلا. لا ده 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 مين بريورتي. واحنا قاعدين نعمل في التامين الطبي الشامل النهارده، وقاعدين نعمل في مش عارف ايه، وبنطور الصحه، وعملنا كميه مستشفيات هائله من احسن الناس في العالم اللي سيطرنا على الكورونا، وكان عندنا مستشفيات عزل، وعندنا الفاكسينيشنز موجوده. يعني احنا عارفين نعمل، يعني نحط في دماغنا حاجه بنعملها. يعني نحط في دماغنا حاجه بنعملها كويس. ما نركز بقى شويه في الـ في الـ في, الـ في التوكس. انا بلاش القنوات الخاصه. لما يجي لك مثلا الريبريزنتيفز بتوع القنوات يجوا يقعدوا عندك في العياده، يا دكتور انت هتطلع في حلقه فلانيه بكذا،
بفلوس فلانيه وهتتعاد 3 مرات. فانا دايما انت هتلاقيني ما بطلعش في التلفزيون خالص. فاروح ارد عليها اقول لها انت انت عند مين؟ تقول عند دكتور اسامه طه. طب انا بشتغل ايه؟ بشتغل جراح سن. تعمل مين قال لك؟ مش يمكن انا ضارب كل الورق ده؟ هو دي نقطه مهمه جدا صحيح. انا انت ممكن تطلع في التلفزيون عشان انت فاتح عياده من غير ما حد يطلب منك سي في وشهاده. كان في قضيه كده واحد كان جراح مش عارف ايه وفي الاخر كان هو محاسب برضه. عشان كده بفكر افتح بيزنس. طب انت عايزاني اطلع اخاطب ده تلفزيون؟ التلفزيون ده حاجه خطيره جدا. يعني يعني بخاطب ناس بخاطب ملايين البشر. فانت هتخاطب ملايين البشر وانت هتطلعني على الكاميرا خاطب ملايين البشر وانت مش عارف الكواليفيكيشنز بتاعتي. افرض انا بدعي ان انا دكتور وانا مش دكتور. فين الاليه؟ فبتبقى قاعد برضه مستغرب. في حاجات كده بتعدي يعني احنا احنا في كميه انفورميشن اتقالت في التلفزيون خاطئه عن جراحات السمنه والتجميل هائله. ومفيش حد يطلع يقول يا عم ده بداوا ياخدوا دلوقتي شويه اجراءات يعني. اجراءات يعني ايه بس هل في اجراءات ردعيه ضد اللي بيقول معلومه مضروبه وبت خلاص ما برضه هنعمل عقوبه؟ في حد من اساتذتنا المحترمين بدا يتجه الاتجاهات دي قضائي. هو من رائد من رواد يعني الجراحات دي ان هو بدا يركز بقى ان ما حدش يطلع يقول اي كلام فارغ. بس انا لو انا طلعت هبلت لازم عارف ان انا هتعاقب. لو ما تعاقبتش ههبل وخلاص. لا طب انا ما احنا بنسمع الهبل ده لينا 20 30 سنه ولا اوكي يعني عادي جدا. اي مش بس اي حد يجيب جهاز ب 3 جنيه في العياده يطلع يهبل عليه عادي. كريم ما اعرفش مين اللي يعني حتى في التلفزيون اللي بيعمل بيخسس كريم اللي بيعمل كل حاجه في الدنيا مين عارف اصلا الكريم ده ايه يعني يعني أوكي. حتى ده ما قالش على الاخر كان في قضايا في قنوات والقضايا دي اتمسكت واتضح ان هي يعني مش في الطب. انا لو اتكلمت على يحيى في التلفزيون يحيى يرفع عليا قضيه صحيح مش. لكن الطب ده مش كبير مش صح. الطب مش صح اوكي. وبعد كده انت هتطلع تقول اللي بيتكلم ده نصابه واللي بيتكلم ده مش مظبوط ولا الكلام ده ممكن هو شخصيا يرفع عليك قضيه اساسا بالظبط كده اوكي. يعني هيقول لك التشهير ومش تشهير فاحيان كتيره جدا 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 بتضطر انك انت بتاخد ستيب باك وخلاص. طب سؤالي بقى انت باك لموضوع الديجيتال والاي كلينيك. انت شايف ان انت يعني انت بتقول انت احيانا بتبقى تحس انت سابق يعني ده مش مصر او احنا مش ريدي ليها في الميدل ايست ان احنا نبقى العلاقه مع الدكاتره فولي اي فولي يعني قبل ما اعرفك اصلا انا في داخل لك من شانل وسجلت بياناتي وكل العلاقه بيني وبينك متسجله لغايه ما امشي. انت شايف ان احنا مش ريدي ليه؟ انا شايف ان احنا مش يعني لسه شويه يعني أوكي. لسه شويه وده حتى بعد الكورونا ما زقت الناس ناسا زقت يعني ناس الناس كتير. عايزه يعني انا بقى عندي نعمه ان انا ما اقعدش في استراحه زقت ناس كتير جدا. بس في النهايه انا مشكله الديسيجن عندنا ان احنا ما خدوش لوحدنا اسره مع يعني اي مش بس يعني هضيع بحياتي ماشي ما اختلفناش. هي النقطه كلها كويس احسن بدل انت بتسمع كل واحد بقى عايز بقى يجيب الاسره نخش مع الدكتور كلنا نقعد مع الدكتور يعني نخش لي بأربعة خمسة عشان واحد منهم هيعمل معايا مثلا عادي كل واحد سؤال هو اللي هيعمل معايا ما بيسالش هو فاهم بيسالوا له طب بيسألوله. ما تبقى ايه يا باشا يعني احنا عملناها ايه اوكي عملناها ايه بس احنا حاسين ان البيشنت مش جاهز وده مش ناتج عن ان احنا مش جاهزين للاي هو ناتج عن عدم وجود اجراءات رضعيه كافيه تضمن الكواليتي. اعتقد بعض الحلول انت يوزنج تكنولوجي انت تقدر تعمل زي نولج بيز. انا اخش على اسامه طه ومش عايز ما تشتريش موجود ما تكشفش موجود بس ده ازاي الديفرنشيشن ايه البوزيشننج الفرق موجود بس في النهايه يعني ريكوردد وانت انت بتاعتك انت في ماركت ماشي الماركت ده مش انت مش عايز تستثير حد ومش عايز تضايق حد وعايز تشتغل بضعف يعني هو ما بيضايقش انت عشان لما يجي يقول لك والله ده بعشان انت النهارده انت كاسامه طه جروب طب ما انت عامل معظم السليبرتيز وملوك وامراء وغيره ليه طيب؟ هم ناس فاهمه ما هو ده براند ناس فاهمه يعني في جزء كبير من السيجمنت من الناس فاهمه وفي جزء تاني مش فاهم. انت بتعلم الناس الهارد واي يعني قصدي ان هو حتى تقول تيك تايم فاهمني تقول تيك تايم طب ما هو ننجز يوزنج التكنولوجي ننجز نعلم الناس بقى يعني اعتقد جزء اظن النهارده احنا علمنا ناس كتير اوكي يعني الحوار اللي حصل ما بيني ومنك ده هيأثر بوزيتيفلي جدا اوكي لان
وموضوع شائك قوي ومش سهل. في بوليتكس كتيره لكنه غير ذاك. طب انت بتفكر تفكرش تطلع بره مصر؟ هتطلع ايه بره مصر؟ يعني اعتقد يعني اسامة طه من الناس اللي هي في الميدل ايست. خلينا نتكلم عن الميدل ايست. الميدل ايست يعني من ان لم يكن رقم واحد فهو رقم واحد كويس ما شاء الله يعني. فانت مش بتفكر يبقى بدل ما انت عندك في اسيوط ويبقى عندك مثلا في دبي وعندك في الرياض وفي جده يبقى عندك؟ والله انا انت عارف انا يعني انا كنت مسؤول عن وحدات جراحات سمنه كتير قوي في دبي وفي السعوديه وفي عمان وعلمنا ناس كتير. احنا معلمين فوق 120 جراح في ميدل ايست نورث افريكا وعندنا اسامه طه اكاديمي ده جزء برده تاني يعني. اسامه طه اكاديمي دي اكاديميه لتعليم جراحات السمنه وسافرت معظم دول العالم اعلم الناس وانستراكتور في كل. انا عايز بقى عياده الدكتور اسامه طه في الرياض هي بتكشف. مش شايف ان ده انا نفسي اشجع الميديكال توريزم ماشي لان انا لو عملتها في الرياض هو اغلى صحيح كوست اغلى هي بس انا كده برضو ما تجيلي وتعالى زور الهرم وتعالى اشجع سياحه بلدك وتعالى انا في حته مصريه عنيفه شويه يعني. انا لما كنت مسؤول عن الوحدات وتدريب الجراحين وبتاع كنت رايح باكسبرت لايسنس وما رضيتش ان انا امضي عقود يعني مش عايز اشتغل بره بلدي. لا انت عايز تعالى ماشي هكشف عندك ايه وبس. في يعني حد دكتور موجود في العياده بتاعت اسامه طه في الرياض او في دبي بيساعدني ان انا حتى بيديني سايكولوجيكال كده وبعد كده حد من ترمزتك يعني وبعد كده يا اما ممكن حالتي ما تنفعش ان انا اسافر القاهره فانت بتيجي مثلا يوم في الشهر في الشهر. خلي بالك البرايس وورك عندنا دي موجوده بره ماشي بس يعني البراند هي بتاعك هي نفس هي احنا في نفس القصه بس انا شايف ان انا انجح اكتر لو شجعت البيشنت انه يجي ويدخل عمله صعبه على البلد ويزور متاحف ويجي يتفسح طب ما تعمل رحله زي تركيا. انا قصدي انت يمكن بالتعاون مع ما اعرفش بقى شركات تانية تبقى عامل في باكج هي فعلا تبقى باكج ما هي تبقى باكج بس انت اولا انت ما عندكش انشورنس مش مغطي ده انشورنس مغطي البارياتريك سيرجري او جراحات السمنه في كل حته في العالم على مصر اوكي وده جزء لازم لا يتجزا يعني السمنه بس هي ممكن تبقى حاجه سمنه جدر من جذور السكر والضغط وغيره يعني ودراسات كتيره جدا اتعملت فاينانشلي ان انت لما تعالج السمنه هتقلل من الكوست بتاع السكر والضغط وغيره. فتلاقي لغايه عندنا دلوقتي سلعه استفزازيه او رفاهيه لغايه دلوقتي الكتف لغايه دلوقتي حاجه اختياريه للغايه بس في بروتوكولز وفي جايد لاينز بره موجوده نقدر نطبقها. وبعد كده انت لما تعمل ده ويبقى عندك جايد لاينز محترمه وبتاع لما تيجي توقف الكتف سيرجري تعرف توقف صحيح تيجي تشغلها تعرف تشغلها صحيح لما تحط بروتوكولز ومالتي ديسيبليناري تيم وتيمز بتشتغل ده هيبقى جزء لا يتجزا من انكم دوله طبعا اعتقد ان في يعني انا شفت تركيا الموضوع ريجليتد جدا مظبوط جدا وبالتالي بقى براند النيشن كلها بيجي من كل دول العالم تروح تبقى في المطار في تركيا تلاقي الناس كلها رابطه دماغها الناس كلها راح تزرع شعر هناك او في لبنان زي مناخيرها وبتاع صحيح يعني بقى يعني براند النيشن بالظبط يعني والناس بقت بيكي وده حاجه كويسه انا شايف ان كل ما تبقى بيكي اكتر كل ما الكواليتي تعلى اكتر كل ما يكبرك انت كسيرفيس بروفايدر ان انت الكواليتي بتاعتك تبقى اعلى اوكي لما يبقى البيشنت بيكي بدا يشوف مستوى اخر طبعا فبالنسبه لك هيبقى يعني انت في الفيوتشر بلانز بتاعتك ان انت ان يبقى في كمان ميديكال تبقى في مستشفى فاسيلتي طبعا لا مش للسنه بس اوكي هي الفكره كلها اي وونت انهيرت ذا نوليدج بتاعت الكواليتي فباقي حاجات انت هتبقى وحيد متخصص في الحته دي يعني مستشفى بهذا الحجم في كم حد بيشتغل لا انا قصدي مش لازم للسنه بس هي الفكره كلها انت ازاي تشغل جروبس مع بعض اوكي هو ده اللي احنا عايزين نعمله يعني خبرتنا في جراحات سمنه والتجميل عايزين ننقلها للعظام والمسالك هاو ان انت تبقى سبورتنج ذا بيشنت 24/7 ازاي تبقى حواليه ازاي البيشنت يبقى حاسس انه في كومفورت زون فانت عايز تنقل الكي بي ايز اللي انت عملتها على مدار السنين مش في تخصصك بس في تخصصات اخرى جوه فاسيلتي واحده انت ري شيبنج فكره الميد الطب نفسه ان هو ما بقاش ان هو مقاول العمليه بقت بالكامل ريليشن شيب كامله بالظبط كده بس ده انت عايزه في العظام وعايزه في المسالك وعايزه في الولاده وعايزه في الماترنتي وعايزه في التجميل وعايزه في السمنه وعايزه في حاجات كتير قوي
اوكي. فانت ليه ما تعملش اللي انت في الدنت في الـ في الـ في الدنتس بدا يشتغل في الدنتستري عظيم في الجروبس. أوكي. من الحاجات اللي سابقه في الجروبس عشان ليه دعوه بالتجميل وليه دعوه بالبس. كل واحد ليه تخصص وكل واحد ليه سب سبيشاليتي وشغالها وشغلها كويس وعندهم باك اند كويسه، وده بسبب 2 3 4 من دكاتره الاسنان اللي عملوا انستتيوشنز. اكيد عندهم نفس المشكله انستتيوشنز كويس تاخدها بجنيه ما تاخدها ب... والله انا شايف ان الوعي في السنان اعلى من الوعي عندنا في الجراحه، مع انه المفروض انت بتتكلم في حياه تاني بيتكلم في سن راحت سنة. هي النقطه يعني. فين انت بتشتغل في بطيخه مقفوله ماشي السن باينه منطقة سنة باينة الشغل نضيف باين والشغل مش نضيف بس برضو اكيد في ضرب في الكواليتي بتاعت طبعا يعني بس الشغل باين يعني انت شايفه بعينك. طب انت النهارده بتخش بالمنظار تعمل شغلانه وتطلع عملتها ازاي مش مهم. فاهم قصدك. فين بقى فين ريجيليشنز فين ليرنينج كيرف. انت النهارده بقيت يحيى عشان تحيى انت بقيت يحيى بعد ليرنينج كيرف معين. صحيح. انا النهارده بقيت اسامه بعد ليرنينج كيرف معين. صحيح. يعني انا اول 100 حاله مش زي تاني 100 حاله مش زي تالت 100 حاله. انت يو بيلد اب الاكسبيرينس اكيوميليتلي لغايه ما توصل لحته معينه بالظبط كده. فانت النهارده بقيت اكسبرت في شغلانتك انا بقيت اكسبرت في شغلانتي ده ناتج عن ليرنينج كيرف معين. اوكي. في ناس ما انت الطبيعي بره في التريننج بتاعت شغلانتنا انت بتشتغل 150 حاله مساعد. عشان وبعد كده 200 حاله اندر سوبرفيجن وبعد كده 100 حاله لوحدك تو بي ايفالويتد بعد كده يديك لايسنس اصلا انك تمارس هذه المهنه كجراح سن. انا فكر افتح بكره يعني انت بقى لو فتحت بكره لو فتحت بكره عادي جدا هتشتغل عادي جدا هتكتب ان انت جراح سن هتكتب ان انت جراح سن هتشتغل كويس جدا 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 عادي خالص وتمام وبتاع. طب ما هو زي الفل زي ما نعمل بيزنس ده مع بعض. انا شايف ان يلا بينا يعني خد انت عيادة السعودية يفتح يا جماعة. لا يعني ذاتها كده ده اتس فيري موضوع خطر جدا يعني طبعا انه الناس طبعا طبعا اوكي طبعا ده اللي خلانا نعمل اكاديمي اوكي عشان جزء من السوشيال ريسبونسبيلتي ان احنا بنمنتور شاب. لا بس الاكاديمي مش هتصلح الاخلاق انا دلوقتي اخلاقي انا حاضر على حسب. انا النهارده الجروب بتاعي اللي انا شغال معايا ده يوم ما هيطلع يشتغل حتى لوحده هيبقى واخد اسس مظبوط بالظبط كده. فانت النهارده تبني اسس معينه يبني عليها شغل. ما انت صحيح. لما تشوف انت لما تشوف استاذك بيعمل المظبوط هتطلع تعمل مظبوط الا لو انت فيك مشكله بقى يعني فيك مشكله منتلي مش هتعمل مظبوط. لكن انت بتتعلم على حسب ما اتعلمت. صحيح. انت القلم بتمسك بالطريقه دي والقلم بتمسك بالطريقه دي صحيح. والعمليه صحيح. بتعمل بالطريقه دي واستاذك بيخاف على المريض بالطريقه دي وبيجري على المريض بالطريقه دي يبقى انت هتعمل كده. اوكي. المشكله بقى ان في اجيال طلعت اجيال تحتيها شويه يفرشوا على الكنبه في البيت ويعملوا عمليات. على فكره في تركيا جوجل ليها دور كبير جدا ان انا طبعاً. ان انا اقول والله الدكتور ده كويس ولا وحش وبالتالي لما حد جديد يروح له بيشوف الريفيوز بتاعته. ما هو الريفيوز دي موجوده في كل حته في الدنيا بلاش. بس في مصر انا النهارده حقيقي ولا مضروب. انا هقول لك على حاجه بسيطه جدا في السوشيال ميديا خلاص. انا فجاه صحيت الصبح زعلان منك عارف قصة لذيذة جدا جدا ان انت راجل وحش وراجل مش كويس وراجل عندكش وما عندكش وما عندكش. صحيح. رحت كاتب القصة قصة اتعمل لها 100 شير ب 600,000 فيوز وسمعتها في البوست ماشي. هترفع قضية هتعمل ريبورتات البوست ده هيتشال بس انت انتهيت. صحيح. فاحنا فيري فولنبل فيري فولنبل ماشي فراجايل جدا قدام السوشيال ميديا. السوشيال ميديا الناس بتصدقها. هو مين متحكم في السوشيال ميديا؟ انفلونسرز. صحيح. يعني هو كلمته صادقه فوقيه كمان جد يا باشا. في دلوقتي اعتقد طب جوجل يعني فاهمني يعني انت لما تيجي تشوف اليوتيوب تلاقي عليه نوليدج على فكره. اوكي. يعني سواء في التكنولوجي سواء في الطب في نوليدج يعني تقدر تشوف حاجات فيها نوليدج. احنا زمان كان عندنا النيل للصحه وقناه الصحه يعني كان كنا بناخد النوليدج من ناس معروفه. اوكي. مش بالفلوس. مش اصرف فلوسك اكتر فانا اتعرف اكتر. اوكي. يعني انت محتاج ريجوليشنز. لا بس هو دي فكره محتاج شهاده عشان تمارس هذه الجراحه. ماشي. الجراح العام مش المفروض ان هو يمارس جراحه سنه ولا جراحه تجميل المفروض يمارس كل جراحه تجميل. طب مفيش مثلا يعني مثلا دلوقتي لما تتفاكسن بتاخد كيو ار كيو ار ده بسكانه باخد شهادتك بعرف انه والله انت خنت حصلك فاكسينيشن ليه في الدكتور يحط كيو ار المفروض اقرا كده ان هو ده سيرتيفايد البيوجرافي. هو البيوجرافي مين اللي بيعمله؟ لا ما دي ايجنسي تعمله لك ما اختلفناش لكن كان المفروض يكون في يعني بس الناس ما لازم تعرف البيوجرافي بتاعك انت ايه انت اشتغلت ايه
تاريخ تضربه فيه. لكن انا لو قريت حته معينه في حته ريفرنس كده جهه ما بتقول والله ان تشهد وزاره مش عارف ايه ولا ايه في نقابه طبعا بتطلع لك نقابه ان انت متخصص في جراحات السنه وسيرتيفايد وبخبره طيران 100 ساعه. احنا يعني انا معايا شهاده من النقابه طلع الاثنين بس في البلد ان هم مستشارين جراحات السنه مفرطه الف. هتلاقي تاني برضو ده ناتج يعني ناتج عن كميه ورق طلبوه كويس عشان تقدر تطلع الشهاده دي. الشهاده دي انا ما اعرفهاش، المفروض تعلنها تقول انت عندك حاجات كتير. هطلع طب انا لو وقفت على شهادتي هطول 2 متر. طب انا طب ضعف يعني غيرك مش يعني تاني ما بيقول ما انا مش عايز اكمبيت. انا هي قصه مش كومبيتيشن، هي قصه نوش بعدين كبيشنت ان انت تعلمني ازاي اشتغل. والله انا سمعت الكلام ده كتير يعني انا سمعت الكلام ان من حق البيشنت انه يعرف. اي انا عشان بس انت واقف في النص، في نص الملعب في النص. ما هو انت واقف برضه في نص الملعب وقلقان يعني مش 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 مبسوط، خايف تزعل الناس وخايف تزعل العيال. ليه زعل؟ انت بتقول والله ان انا راجل معايا شهاده ان انا تمام بس، فانت اندايركتلي هتعلم. انا اقول والله ان الراجل ده اكيد رتبته اعلى من الراجل ده. انا النهارده لما اجي اعمل ده ده المفروض ان انا اعمله ثرو فورمال تشالنج ولا المفروض ان انا انزل بيه على السوشيال ميديا وادفع فلوس عشان اعرف الناس؟ لا على الاقل يبقى على البورتال بتاعتك انت وبت... هدوس على حاجه توديني الراجل ده فعلا كلامه صحيح مش مضروب. بس لازم يبقى في فورمال تشانل صحيح يعني لازم يبقى للدوله دور ان في فورمال تشانل تقول ده يشتغل ده ما يشتغلش، هنا في كواليتي كنترول هنا فيش. ده كلام فارغ، ده كلام كويس كريديت كام تقول بالظبط انت انا مش هقدر اتحمل مسؤوليه الدوله في النولج بروفايدنج ميديكال نولج بروفايدنج. صحيح صحيح. بس ليه انت انا جزء من السوشيال ريسبونسبيلتي ان انت هتقول والله يا جماعه ازاي تشتغل. عملنا ده كتير فاهمني ازاي بس محتاج استمراريه، محتاج نفس طويل جدا يعني محتاج تصرف عليه كمان اصلا هتصرف عليه كتير جدا. انت بتقول دور مش دورك، بقوم دور ده مش دوري. صحيح ده دور الجهات الرقابيه، ده صحيح. دور الدوله، ده دور ان 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 ان, إن اللي داخل بلاك ماركت ده دخل ازاي، اللي متهرب ده يتهرب ازاي، ده هيسقط يعني بافتراض ده ليه سنين. لا هيسقط. أيوة لو سنين. لو الزبون اللي هو الكاستر بيشنت عرف ازاي يكواليفاي الدكتور. طب هو مش دورك بس اعتقد تاني انه ده لو في ايفن بورتال اونلاين بورتال تقول والله انت عندك في الويب سايت بتاعك انت عندك شهاده كذا وكليك فيريفاي معلومه بورتال دي باور باي وزاره الصحه. انت عارف احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ احنا بنعمل ايه دلوقتي عشان بس كمان نثبت للبيشنت نفسه ان احنا اشتغلنا بحاجه جديده. احنا في باسكت كده جديد نازل خلاص، مجرد ما ترمي فيه الباكج بعد ما اتفتحت بيسجل ان دي خلاص انفنتوري بيسجل ان دي خلاص استخدمت. اوكي فلو لو لو خرجتها تاني ما ينفعش تخرجها. اوكي فانت وبيطلع لك ريبورت صغير كده ان this patient has consumed الحاجات دي والحاجات دي بالكودينج بتاعها خلاص خلصت فتحت. أوكي. خلصت. اوكي مفيش بقى نعقم ونشتغل ون فبيورج مستخر نفسيا خد الفاليو بتاعته قد ايه بالظبط كده. احنا زمان كنا بندي السي ديز بتاعت العمليه، السي ديز بتاعت العمليه دي السي ديز بتاعت العمليه دي يعني في واحد من 10 15 سنه كده ربنا يعمل من بيتك يا دكتور، قلت له غير يا عم الحاج، قال لي انا السي دي بتاع العمليه بتاعك بعته ب 3500 جنيه، قلت له بعته لمين؟ قال لي بعته لفلان الفلاني، فلان الفلاني ده منزلها على اليوتيوب قال لها عمليته. ان احنا كنا ذا سكند فاستست وورلد وايد في 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 البروسيس نفسها. فممكن يقطع ويمنتج ويطلع لك مش اللي ده شغلك. اوكي ده شغلي انا، ده ببص على اليوتيوب ده شغلي. بس هيبقى بقى اتعامل معاه لان هو انتلكشوال بروبرتي، تاخد مني ريبورت بس تاخدش مني ازاي انا بعمل عمليه عشان ده انتلكشوال بروبرتي. صحيح وده مش عيب، ده من عامل اكاديمي تعالى اتعلم واعمل. اوكي لكن ما تاخدش حاجه تسيبها لنفسك. عندنا عن ايثيكال موفز عنيفه يعني. عنيفه محتاجه كميه من الاجراءات اللي تمسك الموضوع بطريقه احسن من كده طبعا. في نهايه الابيزود ده مش عايز اقول لك انت اقنعتني ان افتح عياده حبيبي، انا شاكك جدا لو جدا هفتح ان شاء الله نفتح عياده مع بعض. يلا انا شايف الموضوع انت امسك الاي لا وانا امسك الاي كونتاكت ولا ما اعرفش اعمل باين ولا ايه هتلاقي بقى كونتاكت والسيديات موجوده والدنيا كلها موجوده. شكرا جدا لوقتك وان شاء الله يا حبيبي. ميرسي يا فندم، ربنا يخليك. شكرا جزيلا. شكرا.